السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع دهبه. كتير يا جماعة بتقابلنا مسامير الراس بتاعتها متاكلة، نيجي نلف كده يكاد تكون الصليبة بتاعته او الراس متاكلة او في حاجة. بصوا يا جماعة، يعني انا حاولت افك ده مش قادر افكه للأسف. هنعمله ازاي بقى يا جماعة؟ انا اول حاجة استخدم اي سائل ليدوب يساعد في لفه، زي مثلا ايه، نفط، تنر، اي مادة، مزيل صدى. اطلع شوية كده حوالين المسمار في محاولة مننا ان احنا ندوب البتاع دوك. تاني حاجة عندي سنبك اهو يا جماعة، سنبك بسن، بحاول اروح عامل ايه زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعمل نقطة وبعد كده بزاوية بحاول افك ايه، افك الايه المسمار. يعني الاول اعمل نقطة عشان اغرز المسمار اهو كده يا جماعة، وبعد كده اروح مميل شوية في محاولة مني. نشوف كده يا جماعة اهو فك معايا اهو، بصوا اهو الحمد لله اهو يا جماعة فك اهو. نشوف التاني ده كده برضو اللي راسه بايظه خالص، ونحاول ايه بالسنبك ده كده اهو يا جماعه. اهو بحاول افكه مش بقى عن طريق السنبك ده، احاول كده اشوف يا جماعه لو ما كانش كده اعمل محاوله تانية. لا ده لسه يا جماعة عايز ايه يتعمل تاني بالسنبك اهو كده. لو احنا عملناه من الداخل اهو يا جماعة، نجرب تاني فك اهو. طبعا الراس دي بايظة، نروح مركبين له واحد ايه سليم اهو يا جماعة فك اهو. ارجو ان اكون وضحت الفكرة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.